تبدأ متأخرا خير ومن أن لا تبدأ. فبالتالي أنت اليوم من بلشنا بتثقيف المجتمع باتجاه استخدام أدوات الدفع الإلكتروني شيئا فشيئا، من سنة سنتين راح نشوف الناس بلشت تتطور وتستخدم. يعني هسه لو ننظر لها منظار بسيط جدا على مسألة استخدام البطاقات بالبنزينخانات، يعني بداية العام الماضي أو بمنتصف العام الماضي كانت نسبة التعاملات ما تتجاوز 400 مليون أو وصلنا لل 500 مليون، لكن الحمد لله في بداية هذا العام وصولاً إلى الربع الأول من هذا العام تجاوزنا حاجز 4 تريليون. هذا كله ينم على أنه ثقافة المواطن بلشت تتحسن شيئاً فشيئاً، اعتماده على موضوع الدفع الإلكتروني بلش يتطور شيئاً فشيئاً. إذن ما نحتاج إلى تثقيف وتوعية وإلى مجتمع يتقبل هذه التثقيف والتوعية، لكن والله أنا أقول هذا المجتمع ما يتقبل معناها أنا ما راح أقدر أحقق أي شيء. لا، أنا أضغط وأنت تضغط ووسائل الإعلام تضغط في سبيل تثقيف المجتمع على استخدام الأمثل لوسائل الدفع الإلكتروني الحديثة.